عايز بقى برضو مشوار الكوره. مشوار الكوره هنا ابتدى في مركز الشباب. مركز جينا بقى لما الراجل ده قال لي كده كان فيه قريب لي كان استاذ في جامعه في مصر. فانا شرط عليه. قال لي لا هنوديه التدريبات بتاع الزمالك. هو زملكاوي الاستاذ ده. يعني كان عايز يوديه الزمالك الاول. خده فعلا وداه. وداه عملوا له الاختبارات. أيوة. قبلوه. من اول مره قبلوه. بس قعد يجو ويروح شهرين او شهر مش عارف يا كابتن. بس رجعوا جه في يوم راح رمي كل حاجه وقال انا ماليش دعوه بالكوره انا. وكان متضايق بقى ومتنرفز. بعد كده جت منين الالومنيوم؟ راح بعد كده الالومنيوم كانت وش الخير والسعد عليه. الالومنيوم بقى هو بيلعب في الزمالك. ايوه. وبيتمرن هناك في الفتره دي. السماسره. ايوه. شافوه. حد شاف. حد شاف. جه هنا بقى. جه هنا كان هو فضل يسال راح مركز الشباب ده. لقيه متقيد فيه. قال له احنا هنوديك الالومنيوم. جه بقى قال لي قلت له لا الا كده تروح فا نجا حمادي والكلام ده والمدرسه وكل وهتفشل من كله والكلام ده. انت ما كنتيش موافق على الخطوه دي؟ فضلنا فتره كبيره فضل يحايل فيا يحايل فيا. اقنعت والده وقلت له يعني قال لي ما حدش هيبوظ الا انت ومش عارفه. قلت له لو ما نفعش في الكوره خالص او هياجي يعني هي الغط والحاجات ده هتروح فا. يعني انت كنت سند ليه من البدايه. أيوة. بدات المشوار واقنعت والده ان يروح الالومنيوم ويبتدي المشوار بتاعه. لحد ابوه ما رضيش يروح بعد ما راح بقى الالومنيوم. واتقبل. وجا خلصوه من هنا لقوه مكتوب في متقيد هنا هنا دول الشعب وطفيه نقراه على فلوس. راحوا دافعينها. وخدوه بقت يسافر لوحده في القطر ده يا كابتن وهو ولد صغير ويروح وهو صغير. ما كنتيش خايفه عليه بقلب الام كده؟ خايفه وبقت تدعي ومرعوبه. بس هو عايز كده. فانت بتشجعيه ولو قعد مش هيبقى فرحان. رحت بقى راحوا واخدينه هناك في نجا حمادي. قال لي انا عايز اتنقل مدرسه. هيحول مدرسته من سنورس من الفيوم هيروح يا ابني ما فيش. ابوه ما رضيش يروح يحوله المدرسه. يحول وانا اللي رحت وكتبت ولي امره ونقلت. حولتيه وعملت له رغبته اللي هو حاببها. وهو اللي حاببها. وربنا فتحها عليه عبل فتحه الخير طبعا عبل مراحل الالومنيوم. وقعد فيها ما عوقش وكابتن حسن شحاته خده للمنتخب. هاجي لها المنتخب دلوقتي. بس قولي لي محمد الله يرحمه كان شاطر في المدرسة؟ جدا. كان نبغى في المدرسة. كان مخه ذكي. ذكي جدا. بس هو لما جه راح بقى نجا حمادي والحاجات دي ما رضيش يروح ثانوي ولا الكلام ده. حول خد دبلوم بس. عشان الكورة شغلته أكتر. بس هو كان ممتاز كان بيطلع من الأوائل. طب وهو بقى في الألمونيوم بقى أول فلوس مسكها في الكورة من إيده كانت كام؟ تفتكري؟ لا ما قاليش والله يا كابتن. وانا كنتش احب اسال. انا انت عايز فلوس؟ يعني انت اللي كنت بتديله الفلوس؟ يا عايز يا مش عايز. يا لا معايا يا عايز اديله. مش النوع اللي بيطلب؟ لا لا. واحنا ما كناش يعني الحاجات دي يعني كنا بنتمنى العيل يبقى حاجه